انا يلا جيت من السبيطار دابا عاوتاني اختي، راه هادشي راه كيمرض، راه اي واحد في بلاصتي غيمرض بهادشي. تفقست كنشوف راسي مشرده في الزنقه، ولدي مشرد في الزنقه، مزوجه وعندي وليد. ما مني كانوا كيريبوا لكم في البلاصه فين ساكنين، ما كنتيش نتيا ولا كان الزوج ديالك ولا شكون كان؟ كنت غوت تعييت وطلبت فيهم تعييت والو، حتى شي واحد ما حن فيا. ريبوا عليا وعلى حوايجي، شي خرجوا شي ريبوا عليا، شي اوراق ديال الدو ديالي، كلشي ضاع عليا، حتى حاجه مابقات عندي. 3 سنين وحنا هنايا، 3 سنين جاو خرجونا بحال ما عمرنا ما كنا. انتم اصلا عايشين معاناه مع الضو، مع الماء، مع المعيشه، وزادوا عاوتاني كملوا عليكم. كان عندنا لا ما لا ضو لا حتى شي حاجه، كان عندنا والو، ورغم ذلك كنا حامدي الله وشاكرينه، ولكن كنا يخلونا هكاك. كانوا الفيران، الطوبات، كلشي عايشين بواحد الحاله ما تبغيهاش العدوك. واخا نكونوا حشرات ما يديروش لينا هاد الحاله، شحنا ما ماشي بشر، ما عندناش حق. ما عايشيش معك عائلتك؟ عايشه انت الزوج ديالك؟ عايشه انا وراشد وولدي صغير، يلا عنده عام ونص. كيفاش دابا كتعيشي حتى انت بحالك بحال الناس، ولا حتى قديتي بحال هاد البلاصه، ولا غير عايشه انت في الزنقه؟ عايشين في الزنقه بحال هاك، ها عندي العشه بحال هادي الفوق، جالسه فيها انا وولدي، كنباتوا الليل كامل كنترعدوا بالبرد، هما ريبوا لينا مشاو لديورهم نعسوا، حنايا جالسين في البرد. بزاف هادشي راه يمرض اي واحد، بزاف راه كتصبري حتى كتعيا وما كيبقاش عندك الجهد. كنشوف ولدي ضايع، كنشوف راسي ضايعه. انا كنقسم لك فمي بالله الا 20 درهم ما عنديش، كنقسم لك فمي بالله الحليب لولدي كنمشي نجيبو كريدي من الحانوت. انا كي غندير نخلص انا الكريديات، وكي غندير نكري، وكي غندير نعيش ولدي، وكي غندير نعيش انا. كنحس شويه راسي حيوان ماشي بنات. بغينا حتى حنايا نسكنو بحال الناس، درنا غير ميكا كيخليونا غير في ديك الميكا بحال عباد الله. حنا ما باغين والو، المسؤولين ما يعطيونا حتى شي حاجه، يخليونا عايشين بحال هكا. حنا حامدي الله وشاكرينه، ماشي يضيعونا يشردونا في الزنقه. حنا فين غنمشيو؟ واش حنا ماشي بشر؟ اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.